يقول أحسن الله إليكم: وما هي قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتل المرأة في نخلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة؟ نعم، هذه شيطانة، الامرأة التي جاءت معارية ناشرة شعرها علىها خالد رضي الله عنه بالسيف فقتلها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنها شيطانة، والشياطين تحضر عند الأصنام لأجل ترغب الناس في عبادة الأصنام وتدعوهم إليها، وقد تظهر لهم في صورة الميت أو من يدعونه يمثلونه صورة تمثيلية ويدعون أنهم هم الولي أو الصالح، كما ذكر شيخ الإسلام فيما قرأتم من التوسل وكتاب التوسل والوسيلة. فهذه من هالجنس، هذه شيطانة تحضر عند هذا الصنم لأجل أن ترغب الناس في عبادته. نعم.